أكثر 5 دول عربية مكروهة. هذا موقع أمريكي اسمه لينكر، عمل التصويت وصوت تقريبا 370 ألف بني آدم حول العالم على الدول العالم كله، ولكن أجبت لكم بس الدول العربية. أكثر 5 دول عربية مكروهة، لكل دولة لها أسبابها ليش الناس ما بتحبها. في المركز الخامس تجي معنا العراق، في المركز الخامس بسبب الحرب اللي صارت فيها والمشاكل اللي صايرة فيها الطائفية لحد الآن. وفي المركز الرابع بتجي معنا السودان بسبب المشاكل اللي عم تصير فيها كمان. وفي المركز الثالث تجي معنا اليمن بسبب المجاعة اللي صارت باليمن والحرب اللي عم تصير باليمن لحد الآن. وفي المركز الثاني بتجي معنا سوريا بسبب ال 11 سنة ثورة. وفي المركز الأول تجي معنا المملكة العربية السعودية بسبب الصيت تبعها انه هن ما عندهم حقوق